السلام عليكم متتبعين قناة الطبخ مع عز العبدي، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم، نتمنى نلقاكم صحة جيدة وفي أحسن الأحوال كيف ديما. كنشكر جميع الإخوان والأخوات من أرض الوطن وخارج أرض الوطن على التفاعل الدائم. أمطار الخير والله يرحمنا والله يعطينا على قد نفاء وخا عما نشربوا. احنا راه هنا في جمعة تحيم، ما عرفش المدن الأخرى الله أعلم، السدود راه عمرت وحنا راه باقيين كنشربوا المخانز ديال الواد الحار. الله شاهد عليا هاد المرة إن شاء الله وغادي نصوروا لكم الماء كحال كي كيجي من الواد الحار كما كنشربوه. المهم حنا كنشرو الماء، ولا واحد السيد حدانا جارنا الله يرحمه دير واحد البير ومهبو خلاه صدقة جارية، باقيين وليداته تحية ليهم ما قطعوش ديك العادة، الله يجعلوا لهم في ميزان حسناتهم. تقريبا راه واحد ثلثين وما أكثر اللي كتشرب من جمعة تحيم من هذاك البير، نترحموا عليه في هذه الليلة. الله يرحم بو حسن، الله يرحم بو حسن، الله يرحم بو حسن، والله يهدي المسؤولين ولا راديس تحت هي. يلا يهديك الله يهديك الله يهديك، راكي كتصيفط لينا النفوله فيها زباله ديال الفلوس. خدمي معنا القانون الله يرضي عليك، احنا بشر. المهم مرحبا بكم تحت الطالب، انا الواقع نقولوا كنشرب ما خانز واش. المهم مرحبا بكم ان شاء الله. العيد ساليت رمضان انا الطياب، دابا بقى العيد قول الحلاوي، غادي نطيب معاكم المعلكه ديال التسميد. ما نعاودش لكم ديال الزمن الجميل ديال موليات بكري ديال الناس ديال دوك الناس اللي ما بقى فيهم حتى العظم، العظم ما بقاوش بقيت ندور انا. المهم نتمنى الفيديو ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم ومرحبا بكم، وما تبخلوش علينا بالبنيه وهذيك الصبيع اللي الفوق وداك السام تا هو يشيرو بيا سنغافوره المدغشقر النرويج الاتحاد السوفيتي الملكة اللي بازيت هي الله يرحمها حتى هي صيفطوني عندها كتعزيز عليها المعلكة ديالي ديما ديما مسكينة. أنا نكذب والمسمومة تيدو النعلة ودكوني، أنا نكذب والمسمومة تيدو النعلة. المهم مرحبا بكم، دخلوا باش ما نقاولوش عليكم مقام قيمة، كاين اللي ما كتعجبوش مقام قيمة يدخل العرض، تفرج في العرض وتفرج في الخاتمة. بالنسبة للبنات اللي كتسولوني والولاد اللي كتسولوني على ذاك الفورنو اللي طيبت فيه، ذاك الكريه اللي طيبت فيها المخمار، هذيك راه ديال اختي ماشي ديالي، شراوها من دار بوعودة 108 عند واحد السيد كيصور الفرارين. الناس ديال اسفي راه معروفين تما، راك عارفين دار بوعودة وعارفين مولي الفرارين تمايا كيصوبها، كدير 12000 ريال 12000 ريال من ورا العيد راني غنوصي عليها. خواتها تيجوج تشراو بحالها، اخرين تحت ما هي غادي نشروها، وتا انايا ان شاء الله من ورا العيد غادي نوصي عليها. نتحركوا بعدا ندبروا على الصرف، ترمي المخمارات في دقه واحده ماشي بحال بنادم يبقى يلعب. المهم مرحبا بكم ودخلوا معنا، شوفوا المكونات وشوفوا الطريقه ديال بوكم العبدي، انا غنقلبها حلوه غمتها طياب راه قلبي طاب. مرحبا بكم، تبارك الله على خوتنا المغاربه كاملين. بالنسبه للمكونات كيف قلت لكم ديال حلوه السميد والكوك الزمنيه، وهي كالتالي: حاجتنا في رابعه ديال السميد الرقيق كيف ما كتشاهدوا، انا خدمتها غنخدمها بالسميد ديال البغرير كيف ما كتشاهدوا هنا. الكوك من النوع الجيد او الماركه المزيانه اللي كتكون 100 دمى. هنا حاجتنا في ثلاثه البيضات كيف ما كتشاهدوا، عندنا كاس ديال العنبه او ديال المهم بهذا القياس ديال العنبه كيف كنقولوا حنا، او اتاي ديال الزيت النباتي. عندنا 200 غرام او ما يعادل كاس وربع ديال السنيده. عندي حامضه القشور ديالها محكوك في الحكاكه. عندي عاشق ديال المربى او المشماش يعني الكونفيتير ديال المشماش ديال الخاص بالحلويات، وصاشي ديال الفاني بنكهه البرتقال، وصاشي ديال خميره الحلويات نوع هذه 7 غرام فيها 7 غرام. وهنا عندي السكر كلاصي سبيسيال الماركه المزيانه، هذا سبيسيال كيتباع في السوبر مارشيات او عند مالين يعني الناس المختصين بالحلويات، ما يكونش اي سكر كلاصي كيف ما كتشاهدوا، كنغربلوه ضروري من التغربيل، واحد شويه من ماء الزهر
اللي باش غادي نكوروا دوك الكويرات ديالنا ديال الغريبه ونفندوهم في السكر كلاصي. هادو هما المقادير، ونتمنوا الفيديو ديال اليوم او ديال اللي يعني ديال البهله تا هو ينال اعجابكم. والله يحفظكم والله يضمنكم والله ييسر اموركم، عواشركم مبروكه وعيد مبارك سعيد ان شاء الله، باش ما تمنيتو بالصحه والسلامه والهنا وطول العمر. هنا على بركه الله احنا بدينا دابا، درت ثلاثه البيضات، من الاحسن ثلاثه البيض يعني البيض يتضرب باليد، الا خدمته بالباطور او بالمولينكس يعني ما كيولي طالق لينا داك الماء، كيولي كيصبح كيولي البيض بحالو بحال شكل الماء. هنا ما كيساعدناش باش نجمعوا ديك الحلوه، هنا غنخلطوه مع ديك السنيده كيف ما كتشاهدوا. بسم الله، هنا باش غادي نضربوه كيف ما كيبان لكم، كيف كنا بكري ما كان لا باطور لا مولينكس لا حتى شي حاجه. الناس زمان والحلويات او الحلويين الرجال اللي مختصين بهذا المجال كان كلشي كيتخدم باليد، وكتجي الحلوه غريبه زينه، وكان كلشي بنين وكلشي جديد. اليوم ولاو هاد التقنيات ما فيها باس، ولكن بالنسبه لهاد الحلوه بالضبط ما كتبغيش تخدم بالباطور باش البيض ديالنا ما يفقدش ديك اللزاجه او سميتو كنقولوا الخيط ديالو. هانتوما الخيط ديالو ما خصوش، هذا هو الخيط. صافي مزيان بحال هكايا، كنضيفوا عليه هاد الساشيه ديال الزا بنكهه البرتقال او الفانيلا خبز الزهر عادي ماشي مشكل. هنا دابا باش غادي نضيفوا هاد الكاس ديال الزيت، بسم الله، كاس ديال الزيت ديال العلبه، وغادي نضيف عليه هاد القشور ديال الحامضه او الليمون البرتقال اللي بغيتو، يعني باش ما بغيتو تنكهوها تنكهوها. هنا واحد العاشق ديال الكونفيتير ديال المشماش، خاص بالمشماش. صافي كنخلط المكونات كامله. هنا كيف كتشوفوني دابا كنخدم انا غير هنا في الصالة، الكوزينة عندي شوية مضيقة والدار خدامين فيها يعني كيقضوا غراض، فلهذا أنا فضلت أنني باش حتى يعني المكونات تبان لي مزيان وخدم الخدمة حتى أنا مرتاح. هنا دابا بسم الله باش غادي نزيد هاد الكوك ونخلط. بالنسبة للسميد غنبدا نزيد فيه بالتدريج، بسم الله، نشوفوا القوام ديال العجينه ديالتنا كيفاش غتجمع. انا قلت رابعه كتخرج واحد الكميه لا باس بها. لان السميده راه كتعرفوها كتشرب. نعكوها مزيان، سهل الانسان يكون عنده غير الخاطر راه يقضي بزاف الحوايج. وبالنسبه هاني دابا الحلوه ديال السميد تقريبا 3 ونص ديال الصباح، هذه انا خدام فيها. انا صافي كيف ما كتشاهدوا الحلوه ديالتي ها هي يعني ولات ملابقه. هنا باش غادي نغسل ايديا، تكون ايديا مغسوله ناشفه ما فيهاش الماء، باش غادي ندوز نكور الكويرات ديالي ان شاء الله، ونفن يعني ندهن ايديا بالزهر ماء الزهر ونفندهم في هذاك السكر، راه بوحدو كيشد. الا كان نوعيه جيده ديال السكر كلاصي راه الحلوه دغيا كتشد، ما كانش نوعيه جيده خصكم ضروري ما تضغطوا بيديكم، والا كان من الاحسن يعاونكم شي واحد يفند معاكم في السكر كلاصي باش يعني يديكم تبقى نقيه ما تبقاش تغسل في يديك وتعاود. هذا هو اللي كاين،
وتحيه لجميع الاخوان والاخوات اللي في مجال يعني كيشتغلوا في مجال الحلويات. احنا دابا بسم الله على بركه الله كناخذوا المزهر كنحاولوا ندهنوا يدينا بحركايه، وكناخذوا واحد القياس ديال الغريبه. شوفوا نتوما على حسب الكميه اللي نتوما باغين، يعني على حسب القياس ديال الغريبه اللي نتوما باغين، يا كبيره يا صغيره. وانا دائما كنقول لكم من الاحسن تكون غريبه كبيره، حاولوا نخدموها بحال هكايا. شوفوا كيفاش دايره. هنا كنلوحها في هذا السكر كلاصي، ديما ايدي على مظهر بهذا الشكل، ونخدمها بالكف. غريبه راه معروفه، ها انتوما، لان مازال غادي تفرقع ان شاء الله وراه تجي زوينه. هذه طريقة العبدي في الغريبة ديال الكوك والسميدة الرقيقة، حلوى زمنية. وكي قلت لكم ديما تكون يديكم نقية من العجينة. إلا عندكم شي واحد يساعدكم من الأحسن، ما عندكمش غادي تخدموا واحد الكمية من الغريبة وغترجعوا تندوها في هذاك السكر كلاصي، تحطوها في الطاوة ديالتكم وتعاودوا تغسلوا يديكم وتمسحوهم مزيان، تنشفوهم وترجعوا تكملوا التحربين ديال الغريبة. هذا الشيء سر من أسرار ديال النجاح الحلوى. هانتوما الحلوى ديال العبدي، شوفوا كيفاش. هنا كنحاول ندخل وسط منها هاد اللي سميتو السكر كلاصي، كي كنقول لكم راه ساهل باش كيشد. شوفوا بحال هكايا صافي، كنبدا نحط في الطاوة ديالتي بحال هكا بهذا الشكل. ونزيدكم واحد النصيحة، ملي ترموا الطاوة، لأن هاد سميتو كنكون الفران سخون وكنقص عليه، ملي كنرميها كنقص عليه العافيه، ويستحسن انني نحط شي طاوه تحت منها باش تفرقع من الفوق. غير اين فوا تفرقع صافي، ننزلها ثاني، نحيد على العافيه الفوقانيه ونحطها مباشره ونقص عليها العافيه باش داك السكر كلاصي ما يتحرقش في الطاوه ويولي بحال الكراميل ويعطينا نكهه خايبه ديال الحراق في الحلوى. نكمل سكوار وانا معاكم. كيف ما كتشاهدوا دابا هانتوما، راني صوبت في الطاوه ديالتي ومازال كنصوب هنايا، مازال غادي نعطيكم ان شاء الله واحد السر من الاسرار كيفاش غادي تجي هاد الغريبه مع الفرقعه. وكيف ما كتسمعوا ان شاء الله الاذان ديال الفجر، الله يتقبل منا ومنكم. الله اكبر، لا اله الا الله. شاركنا معكم هذا الاذان ديال الفجر، تحيه للناس اللي في الغربه.
كي قلت لكم ها انتوما كنحربلو يعني ما بغيتش نبقى نهضر والاذان كيدوي. بعد ما كنحربل انا غنكمل هاد العجينه وانا غادي نرجع معكم غنوريكم اش كندير لها. دابا بعد ما كملت كي قلت لكم ونشفت يديا ما كنخليش فيهم الماء، نشفهم نيت مزيان ما كنخليش فيهم الماء ابدا. كنشد هاد الحلوى ديالتي كيف ما كتشاهدوا، كنحاول ندورها بحال هكا وسط هاد السكر كلاصي، وكنحاول نورك عليها واحد شويه كيف ما كتشاهدوا باش كتجي في هذاك اللون ديال التشقاق، الشكل ديال التشقاق. شوفوا كيفاش كتجي. ها التشقيقه هي هذه ها نتوما، ملي كنورك عليها بحال هكا بيديا كتجي مشقه. هذا هو السر ديال هاد الغريبه باش كتجي عاطيه النظره وعاطيه الشكل ديالها، وهي راه مازال غادي تكمل التشياك ديالها في الفران. ديما خذوا شويه سكر كلاصي بحال هكايا وحاولوا تدوروها فيه، وديما يديكم وسط يعني فوق الاناء اللي فيه السكر كلاصي باش داك السكر كلاصي ما يضيعش. بالنسبه كي كنقول لكم هاد السكر كلاصي سبيسيال راه بوحدو كيلصق فيها يعني بلا ما نحتاجو. ها انتوما بحال هكايا صافي. ودابا غادي نحط ما تبقى في بلا صينيه اخرى ولا بلاطو اخر، ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما طيب. بالنسبه للحلوه ديالتنا بعد ما طابت هي هذه، شوفوا كيفاش تشقات. بالنسبه لهاد المقادير ديال الرابعه سميده ورابعه الكوك عطاتني 37 حبه، 36 ها هي بقات في اللاطات وكمالت 37. اتبرعت على لالا كوثر بالصحه والراحه. دابا باش غادي نجمعها بعد ما تبرد، خلوها حتى تبرد عاد حيدوها. شوفوا الشكل ديالها من التحت كيفاش كيجي، وها هي طيبه وها هي مفرقعه كيف ما كتشاهدوا. هذا هو الشكل النهائي ديالها. انا جمعتها في هاد يعني المخفيه، مازال غادي نجمعها ان شاء الله في الطاوه ديالتها. ونتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن، ونتمنى جميع الوصفات كي قلت لكم او الحلويات ينالوا الاعجاب ديالكم وتبارطاجوا مع العائلات ومع الاحباب ومع الاصدقاء. والله يكبر بكم والله يجزيكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مع فيديو جديد ان شاء الله في قناه الطبخ مع عزيز العبدي.